لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رانا مع السي سامح العريسي وأول معارضه في المجال الفني. ماذا عندك يعني سيدي في هذا المجال؟ تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أنا أولا سعيد بإقامة أول معرض لبعض من رسوماتي على هامش الملتقى الأول حول العلامة ابن رشيق المسيري. وأنا أهوى يعني من الصغر كنت أهوى الرسم. من وقت ما الصغر؟ الصغر من كنت في المتوسطة وفي الثانوية كنت من سنة. هل كنت ترسم؟ كنت تلاميذ النشيطين النشاطات النشاطات في الرسم والخط وكذا. كنت تساهم في الحياة الثقافية تاع المدرسة المؤسسة خلال الرسومات أو في مجال الخط تزيين المؤسسة نتاعنا وقاد ذيك الهواية وإنما انقطعت عليها بحكم أنني كنت أستاذ تربية بدنية اشتغلت أستاذ تربية بدنية وكذلك في مجال الإعلام كمراسل صحفي للجرائد واستغليت استغليت سما انقطعت ما قدرتش تخدم الخدمه ولا كنت تقول تمارس الهوايه تاعك بسبب النشاط. عمل كاس تربيه بدنيه وكذلك كمؤسسة صحفية شويه بعدتني على الهوايه الرسم في الوقت اللي كنت كذلك يعني كنت كاريكاتير في بعض الجرائد خلال سنوات استغليت هنايا فترة خروجي للتقاعد وراحتي المؤقتة إن شاء الله يدوم نشاطك. حاولت باش نسترجع لمسات نتاعي، حاولت بداية بقلم الرصاص، حاولت باش نعرف المشاكل يعني مازالت حتى يعني تقريبا مازالت، حاولت سما ما برديتش رانا كما يقولوا. حاولت تدريجيا نعاود نرسم قلم الرصاص وبعد بالالوان الخشبيه وبعد بالمائيه وعندي تقريبا اسبوعين ثلاثة بديت بالالوان الزيتيه الله يبارك ورانا في طريق المحاولات نتعلم باش نتحسن وانا حبيت يعني انا الرسمه يعني حبيت نعطي يقول لك الرسمه فكره والفكره رسمه يعني حاولت باش نرسم انا البيئه تاعنا المتواجد فيها حاولت نرسم المدينه تاعي خلال الاحياء العتيقه كحي العربوق والكوش وحي سما انت درت على عاتقك انك تعيد رسم سما معالم مدينتي صحيح معالم مدينتي من اجل توثيق المعالم هذه بطريقة فنية مش فوتوغرافية يعني مجهوداتي الخاصة والموهبة تاعي حاولت نرسم الأحياء تاعنا نرسم كمثلا كما هذه المدرسة القديمة يعني معلم من معالم المؤسسات التعليمية في المسيرة وخرجت قروا فيها وزارة حبيت نعطيها لمستك الخاصة وكي لا ينساها الناس عندنا كذلك مظاهر ونشوف شخصية ثانية هذا شكون هذا شكون فلاح من الفلاحين تاع الهواري اللي يحب ربي يرحمه الحي اللي يسكن فيه من السرقة حاولت نرسم الحي تاعي واللي عشت في طفولتي كذلك حاولت نرسم هذا الوطير الوزيس وكذلك حي العرقوب العتيق يعني هذه الصورة يعني اللي حاولت نمزج بين الماضي والحاضر يعني هذه مازال موجودة وهذا المعلم الأساسي سيدي بوجميل يعني حاولت بلبس بالألوان المائية وإن شاء الله نحاول باش هل عندك مشاريع أخرى يعني بعد المعرض؟ إن شاء الله المعرض إن شاء الله سيدوم يومين أو ثلاثة؟ الزيتية ونحاول نأسس ونرسم دائما البيئة اللي نعيش فيها ونرسم مدينتي الأكثرية مدينتي باش نوثق المعالم تاعها هذا هو الهدف الأساسي اللي نسعى ليه
نستغل الهواية تاع الرسم. بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا.